من القاهرة الباحثة المتخصصة في الشؤون الإقليمية الدكتورة هدى رؤوف. أهلا وسهلا بك دكتورة. دكتورة، برأيك إلى أين سيصل التصعيد، خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار مواقف الدول الكبرى والعظمى؟ تحية طيبة. في الحقيقة طبعا التصعيد بيتخذ شكل يعني أكثر شدة وكثافة، خاصة فيما يتعلق بتداعيات الهجمات الأخيرة على حقول أو محطات معالجة النفط في السعودية، والتي بدأت تمس إنتاج النفط السعودي والمتصدر إلى الاقتصاد العالمي. وبالتالي هنا لذلك كانت تصريحات بريطانيا فيما يتعلق بأن هذا انتهاك للقانون الدولي، تصريحات من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق باحتمال توجيه ضربة عسكرية في حالة معرفة من الجهة المسؤولة. أعتقد أن الأمور تتجه أو تتخذ منحى أكثر خطورة، خاصة أنه بيؤثر على مصدر أو عصب مهم جدا للاقتصاد العالمي والاقتصاد الخليجي بشكل أساسي، وهو طيب النفط. دكتورة هدى، على ماذا تستند السعودية في اتهامها إيران بأنها مصدر الصواريخ؟ لأن طبعا وفقا للصور التي طبعا تحدثت عنها والتقارير الأمريكية فيما يتعلق بالأقمار الصناعية، أن اتجاه الصواريخ لم يأتي من اليمن، بل أن الصواريخ تأتي من شمال الخليج، بما يعني من قد يكون من إيران أو من العراق. وبالتالي هذا بيعني أو بيضحك مزاعم الحوثيين بأنهم هم المسؤولون عن تلك الهجمات. طيب، من المستفيد ومن الخاسر في أي حرب محتملة بين إيران وحلفائها والسعودية وحلفائها؟ طبعا الخاسر، لو بنتكلم عن الخاسر، فهو المنطقة بأكملها، استقرار المنطقة، حتى الأطراف غير يعني البعيدة عن يعني بشكل مباشر عن الصراع ما بين إيران وما بين السعودية وبين حلفاء الطرفين. هنجد أن حتى بعض الدول العربية الموجودة في المنطقة، اقتصاد المنطقة استقرارها طبعا سوف يتأثر بتلك الاضطرابات. لكن طبعا الخاسر هيتأثر الاقتصاد الخليجي السعودي، وايضا ايران، وايضا حلفاء ايران، بمعنى مزيد من العزلة على ايران، عدم إقامة اي فرص ل يعني وجود ترتيبات أمنية ترسي الاستقرار في تلك المنطقة. هناك عقوبات قد تمتد وتستمر الى اجل غير معلوم على ايران، على حلفائها، قد يتضرر في المقابل ايضا الاقتصاد الخليجي، استقرار المنطقه بشكل عام طبعا. نعم. لن يكون هناك احد يكسب في اي او يربح في اي معركه تحدث في المنطقه. نعم. الباحثه في الشؤون الاقليميه دكتوره هدى رؤوف، شكرا جزيلا لك.